أما ضيف اليوم ضمن فقرة اختلاف فرح يكون معي عبر خاصية السكايب الدكتور أمير بشار الجعفري يلي كان فورا من بعد كارثة الزلزال نزل بنفسه على المناطق المتضررة وقدم المساعدات الطبية ضمن اختصاصه. اسمحوا لي رحب فيه دكتور أمير. أهلا أهلا، تحياتي ويعطيك العافية. الله يعافيك يا رب وشكرا كثير للاستضافة. نحن أول شيء كنا نتمنى لو أنت كنت معنا بالاستديو، ولكن إن شاء الله بحلقات قادمة رح تكون معنا. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أول شيء بس نقطة صغيرة، أول شيء أنا بعتذر على اللباس اللي لابسه، بس كنت بغرفة العمليات وهلا خلصت فطلعت فما لحقت أغير، فأنا بعتذر. أعطيك ألف عافية. دكتور أمير، كارثة الزلزال، حضرتك كنت متواجد هون بسوريا لما صارت ولا كنت مسافر؟ لا والله أنا كنت عم داوم كنت بغرفة العمليات بمشفى هون بطهران. كنت بعملية استغرقت شي 7 ساعات أو 8 ساعات إذا ماني غلطان، وكانت حالته للمريض حرجة جدا يعني، فاستغرقت العملية حوالي 7 إلى 8 ساعات وصارت الزلزال. يعني أنا ما كنت دريان أبدا يعني، فوقت أنا كنت عم بشتغل عم عالج المريض يعني كان باقي شي ربع ساعة لحتى أخلص يعني، ففات زميلي على غرفة العمليات وإجا قال لي دكتور أمير إذا في مجال أحكي معك الموضوع كتير مهم، فقلت له أنا إنه يلا بس أعطيني ربع ساعة لحتى أخلص وبطلع وبحكي بنحكي يعني بحكي بالموضوع معك. فبعد ما خلصت طلعت لعنده، طلعت من غرفة العمليات وصديقي هو زميلي يعني وبعرفه منيح يعني مثل ما بيقولوا إنه حافظه حفظ، فشفت من ملامح وشه انه مو ما كان على بعضه يعني، ما كان اسمه الدكتور حسين، ما كان يعني ما كان ابدا على بعضه. نعم. فرحت لعنده قلت له دكتور قل لي شو في شو 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 صاير. فاول 5 ثواني ما يعني ما عرف كيف يقول لي انه صار في زلزال بسوريا يعني. فبتذكر مسكت حطيت ايدي على كتفه قلت له دكتور قل لي شو صاير. اللي والله العمل لك ونحن جاهزين للمساعدة وعلاقات إيران وسوريا يعني ترجع ل 50 سنة لورا يعني نحن أشقاء آخر شيء. نعم. وقت إجا قال لي هذا الحكي أنا أول شيء خطر ببالي إنه ليكون لا سمح الله إنه واحد من أفراد عائلتي إنه وصل لهم شيء، فقلت له دكتور قل لي شو صاير، قل لي شو صاير بالضبط. فما حسن يقول لي، قال لي خليني بورجيك. فطلعنا على الاطفاء هون يعني وشغل التلفزيون وحطوا خبر عاجل ان الزلزال ضربت سوريا وتركيا. فسمعت الخبر يعني صار معي يعني الشعور اللي شعرته ما حس يعني ما شعرت ابدا. نعم دكتور أمير، أنت شفناك، لو بدي أقاطعك لو سمحت، شفناك أنت كنت على أرض الواقع وعم تشوف بعينك وعم تقدم المساعدات الطبية، أيمت أنت رجعت على سوريا؟ أنا دغري أول ما سمعت الخبر يعني حتى ما فكرت بالموضوع أبدا يعني، دغري أول ما سمعت الخبر دقيت وحجزت أول بطاقة على سوريا دغري يعني. نعم. وبتذكر ثاني يوم الصبح سافرت على سوريا وما أخذت معي غير شنطتي الإسعاف الأولية يعني. كيف شفت ما فكرت الوضع على أرض الواقع، كيف شفته دكتور؟ والله يا زميلي حتى أقول لك الحقيقة بس أقول لك نقطة، الأعمال التطوعية الإنسانية هي يعني مهمة أخلاقية ومهنية طبيعية بالنسبة للجراح، بس بتعلق الأمر بالوطن فالعمل التطوعي للدكتور أو الجراح بيصبح واجباً بدون أي نقاش. فنزلت أنا على يعني بعد ما سمعت الخبر دغري نزلت على الشام على مطار دمشق وطلعت على اللاذقية ومدينة جبلة وضيع أطراف مدينة جبلة وحلب. وأول ما وصلت بلشنا شغل دغري يعني، حتى أكون صريح معك إحنا جراحين معروفين إنه إحنا صريحين جدا وجريئين جدا، فحتى أكون صريح معك يعني كان وضع على الأرض كارثي شوي، كارثي بكل ما في الكلمة من معنى. حجم الأضرار كان مزهق سواء على من ناحية الإنسانية أو من ناحية الأبنية اللي نزلت وكذا، وبسبب العقوبات الغربية الأوروبية الأمريكية اللي لا منطقية واللي ما لها معنى أبدا يعني
العقوبات الغربيه الجائره المفروضه على سوريا. يعني كان واضح ان هناك كان نقص من بعض الاليات الثقيله والاشياء الضروريه لانقاذ واسعاد المصابين. بس يعني الحمد لله هني كان عندنا كم اليات، كان عندنا حتى نشخص المريض من اذا كان عنده نزيف داخلي او كسر بالوجه او كسر باليد او كسر يعني كسور اللي بنعرفه نحن. فالحمد لله الالات اللي كان يعني دبرنا حالنا وحاولنا وعملنا قدر المستطاع على حتى نعالج المرضى. بس حتى اكون صريح معك يعني الوضع كان كارثي. وهلا نحن على الهواء انا بدي اقول لك حتى اكون صريح معك كمان اكثر. المساعدات عم توصل، وصلت للمصابين ووصلت للنازحين ووصلت للافراد اللي للعائلات اللي واحد او اثنين من عائلتهم اللي استشهدوا اللي طفوا من اثر الزلزال. فمعونات والمساعدات عم توصل للمناطق الايواء اللي بالمدارس او بالمصانع او حتى بالملعب اللي كان بجبل مدينة جبلة حتى وبحلب. فالوضع كان شوي كارثي، وكلاتنا حاولنا يعني كلاتنا ساعدنا كلاتنا بذلنا أقصى جهدنا لحتى نعالج المرضى. نعم دكتور أمير، كنت عم تقلي من شوي عن العقوبات الأوروبية المفروضة على بلدنا. نحن دائما كنا متعودين على معالي السفير بشار الجعفري، نوجه له تحية أكيد، كان يحكي دائما باسم الشعب السوري ويوجه خطابات مؤثرة للمجتمع الدولي. حضرتك اليوم ابنه الدكتور أمير، شو بتوجه رسالة للمجتمع الدولي بخصوص العقوبات لسه اليوم مفروضة على الشعب السوري؟ سؤال يعني مطرحه سؤال حلو جدا. يعني اول شيء حتى اقول لك شغله، الزلزال يعني مثل ما بتقول الآية الكريمة يعني عسى ان يكرهوا شيئا فهو خير لكم. لقد الزلزال قرب بلادنا من عالم كله ولم تذهب حياة الضحايا عبثا. الحمد لله كلاتنا شفنا الكثير من الدول كسروا الحصار ومدوا يد العون لسوريا، ومثل ما عم نشوف مئات الطيارات عم تنزل تطفر في مطار حلب ومطار دمشق لحتى يعني يد العون للمساعدة لسوريا. وعم نشوف كمان يعني عم نسمع بالأخبار إنه مئات من يعني وفود رسمية عم تزور دمشق اليوم. صح. أنا يعني الوالد كان سفير سوريا للأمم المتحدة، ضل سفير 15 سنة وعشت فترة بأمريكا أنا شخصيا يعني، وبعرف الأمريكان وحافظهم حفظ يعني بعرف كيف طريقة تفكيرهم وكذا. هن بيدعوا بأنه نحن إن هن كشعب أمريكي كحكومة أمريكية إنه بيساعدوا البلدان الأخرى وبيمدوا اليد العون لبلدان أخرى. والشيء المؤسف إنه عم نشوف نحن بالأخبار إنه الأخبار الغربية الأوروبية والأمريكية إنه بس حكوا عن الزلزال اللي صار بتركيا، حتى ما جابوا سيرة سوريا. فالشيء المضحك والمؤسف بنفس الوقت إنه هن بيدعوا إنه نحن بنساعد بلدان أخرى. فأنا بدي أسألك سؤال، إذا فينك تسميه بلد واحد أمريكا تدخلت وما صار الوضع أسوأ مما كان قبل. نعم. فالعقوبات اللي حطوها على سوريا اللي ما لها معنى وما لها منطقية أبدا، يعني هي يعني شيء بعد شيء مؤسف جدا. يعني هنا بيدعوا إنه نحن بنساعد وما بيساعدوا، وأنا عشت معهم وبعرفهم. ولا واحد منهم طلعوا حكوا عن الزلزال اللي صار بسوريا، كلياتهم ركزوا على تركيا. نعم دكتور أمير، اسمح لي اتشكرك واسمح لي انحني قدامك وقدام كل المساعدات الفرديه اللي صارت بهي الازمه، وكلياتنا مثل ما انت حضرتك تفضلت كنا ايد واحده، وان شاء الله يا رب نضل ايد واحده. شكرا كثير، اتشكرك وان شاء طبعاً. الله بالحلقات القادمه تكون معنا بالاستديو. شكرا كثير لك وشكرا كثير للاستضافه وللدعوه، شكرا كثير.